ينضم إلي في الاستوديو علاء عبد المنصف الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد علاء. أهلا وسهلا. ما هي تفاصيل هذه القضية؟ محكمة عسكرية جديدة، والأمس أيضا كان هناك أحكام عسكرية على عدد آخر من المواطنين المصريين، واليوم أيضا كان هناك حكم في محكمة الزقازيق العسكرية أو المحكمة العسكرية بالزقازيق. نعم. حكمت على 7 أشخاص بمدة تتراوح ل 64 سنة. المحكمة العسكرية هي المثال الواضح لتقنين جريمة الطوارئ. جميع هذه الأحكام نابعة من القانون أو قرار بقانون 136 سنة 2014 الذي أقر لتقنين جريمة الطوارئ، اللي هو بنسميه تأمين وحماية المنشآت العامة. هذا النظام عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي جعل المنشآت العامة تابعة، أي ضرر بها أو أي أحداث تتم فيها تابعة للمحكمة العسكرية، ومن ثم انتقلت جميع التحقيقات التي كانت تباشر أمام النيابة العامة أو أمام المحاكم الطبيعية إلى النيابة العسكرية وإلى المحكمة العسكرية. نرى هذا النتاج اليوم، عشرات الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية المعينة من السلطة التنفيذية، فرئيس النيابة العسكرية هو ضابط يأتمر بأوامر القيادة العليا، ورئيس المحكمة العسكرية هو ضابط يأتمر بأوامر القيادة العليا، ولا يستطيع مخالفة أي أوامر تقال لهم. وبالتالي نحن أمام منظومة تمارس التشريع وتمارس الحكم وتمارس التنفيذ. نعم، يعني فكرة حقيقة الأحداث، تفجير استاد كفر الشيخ، يعني ربما عندما يستمع المشاهد إلى هذه العملية، تفجير استاد كفر الشيخ، يعني يتخيل أن هناك عربات وهناك مدافع وهناك دبابات مثلا استطاعت تفجير هذا الاستاد، ثم تفجير أو حرق كنيسة دلجة. يعني هل حدثت هذه الأحداث بالفعل ثم تم اتهام آخرين بالتورط فيها أم ماذا؟ دعني أكون واضح في هذا الأمر، نحن لا نتكلم عن القضية بأنها ملفقة. المعيار الأول عندي في الانتهاك هي انتهاك معايير المحاكمة العادلة. من وقت القبض والتحقيقات أمام النيابة وأمام المحكمة العسكرية، جميع الإجراءات التي تتم إجراءات باطلة، لأن جميع أو أغلب من يتم القبض عليهم يكون في حالة اختفاء قسري أولا، ثم نرى تسجيلات وتصريحات باعترافات تحت وطأة التعذيب واضحة، ومن ثم هذا الإجراء في حد ذاته هو يبطل القضية. أنا لا أنظر إلى القضية، لأن الإجراءات التي تمت من قبل السلطة في ذلك الوقت اللي هي السلطة القضائية تمت مخالفة للدستور وللقوانين والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر. ربما يرد عليك البعض بأن هناك حالة إرهاب والدولة تواجه الإرهاب، وهناك قانون للإرهاب وقانون للطوارئ تعمل به الأجهزة الأمنية. هذا ما يريد النظام تصديره للمشهد، لا صوت يعلى فوق صوت المعركة. دعني أكون أكثر وضوحا، القضية العسكرية الفيوم اللي هو اتحكم فيها الطفل، اللي احنا عايزين الطفل نتكلم عن احمد منصور. احمد منصور هو بالتاكيد، انا بقول بالتاكيد هو خطا مادي بالتاكيد، انا اقول ولكن ما ننظر اليه ان النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية لم تقرا اوراق القضية، لم تطلع على المستندات، وهذا ينسف القضية بأكملها. بالتأكيد. يعني فكرة عدم الاطلاع على أوراق أو خطأ مادي كما تقول ينسف القضية من أساسها. بالتأكيد هناك، يعني هناك خلل واضح في المحاكمة، هناك انتهاك لمعايير المحاكمة العادلة، وكأننا نطلب المستحيل عندما نطلب أن يحاكم الشخص أمام قاضي الطبيعي وأن تمارس أمامه معه في الإجراءات القانونية التي أقرها حتى أي برلمان أو أي مجلس تشريعي. نحن نتحدث عن قضاء لم يقرأ أن هناك 2 من المتهمين هم إخوة القتلى في هذه القضية، يعني في 2 إخوات إخواتهم مقتولين في هذه القضية ومتهمين. هذه المحاكم العسكرية يعني تستند على تحريات العسكرية أم على تحريات أمن الدولة؟ بداية جميع هذه القضايا كانت أمام النيابة العامة، وكانت هناك القضايا الملفقة من مباحث الأمن الوطني، جهاز الأمن الوطني، التي أقول لك جميع هذه الأحكام عندما تروح تذهب إلى دوائر الإرهاب وتصدر أحكام دوائر الإرهاب نذهب إلى محكمة النقد. محكمة النقد أرست مبدأ قانوني واضح أنه لا يجوز بناء الأحكام على تحريات المباحث. جميع القضايا التي تذهب إلى دوائر الإرهاب هي مبنية فقط على تحريات المباحث وشهادة ضابط الأمن الوطني. الأمر ده ما بقاش، يعني كل ما نروح لمحكمة النقد يتم نقد الأحكام وتعاد أمام دوائر أخرى، وبالتالي اتجأوا
إلى فكرة القرار بقانون 136 سنة 2014 لتقنين الجريمة. خلاص كل حاجة منشأة عامة تبع القوات المسلحة. فاستاد اللي انت حضرتك بتقول استاد كفر الشيخ، وإيه دخل استاد كفر الشيخ بالقضاء العسكري؟ الفيوم إيه دخله؟ حتى لو كانت الواقعة دي تمت، لو في قتل تم لمواطن، إيه دخله بالقضاء العسكري اللي في أي حتة، اللي في الفيوم، اللي في اسكندرية؟ أسألك قبل يعني هذه الجدلية، أسألك هل تمت بالفعل هذه العمليات؟ هل تمت بالفعل هذه الأحداث؟ لا، أنا لا أستطيع أقول لك تمت أو لا تتم، لأن الإجراءات التي تتبع في هذا الأمر لا تسمح لي بأن أكون أمام متهم حقيقي ومواد اتهام حقيقية وأشياء متهم عليها. يعني هناك رواية من بعض النشطاء السنويين مثلا بأن جميع الأعمال التي يقوم بها تنظيم الدولة أو تقوم بها القوات المسلحة هناك مخزن للشباب موجود في سجن العزولي، يتم استيراد مجموعة من الشباب وقتلهم، هذا وفقا لشهادة عدد من النشطاء السنويين، وتلفيق قضية بأن هؤلاء هم من فجروا مبنى كذا وكذا في شهر كذا وكذا. هل تدار الأمور هنا بنفس الطريقة في سيناء؟ أنا يعني لا أعرف، عشان أكون أكثر وضوحا ويعني لا أقول ما لا أعلم، أنا أرصد انتهاكات ثم أوثق هذه يعني الانتهاكات. أنتم لم ترصدوا انتهاكات بهذه الطريقة؟ أنا مثلا استاد كفر الشيخ المتهمين اعتقلوا قبل تنفيذ مثلا ما حدث، قصدي خطوة متأخرة أوي يا أستاذ دكتور أسامة، خطوة متأخرة أوي إن أنا أتحدث في الموضوع الشكل دائما قبل الموضوع. الإجراءات المتبعة فيه، هناك مثلا في قضية كفر الشيخ هناك الأهالي أرسلوا عشرات التلغرافات باختطاف ذويهم واختفائهم قسريا، ده هذا دليل ناسف للقضية. يعني عندما يكون هناك متهم تم إخفائه قسريا ثم ظهر ليدلي باعترافات، هذا ينسف القضية، لأن أي اعتراف تحت وضع التعذيب ينسف القضية برمتها. فالشكل عندي أنا أساسا قبل ما أدخل في الموضوع وقبل ما أحقق في القضية وقبل أن أباشر هذه القضية، الشكل منسوف عندي، لأنه لا إجراءات اتبعت بشكل صحيح سواء المتعلق بالقبض أو التفتيش أو التحقيق أمام النيابة أو المحكمة. الإجراءات الشكلية ذات نفسها باطلة، وبالتالي لا أستطيع، ما بني على باطل فهو باطل، لا أستطيع أن أدخل في الموضوع. طيب، في قضية الأمس وقضية اليوم في الأحكام العسكرية أو قضيتين اليوم، الزقازيق وهذه القضية، يعني أين الانتهاكات في الإجراءات؟ من جميع هذه القضايا، أولا الانتهاك الأول إن حالتها من القضاء الطبيعي إلى القضاء العسكري، هذا مخالف للدستور، لا مخالف للاتفاقيات وللدستور طبعا احنا امام بقى منظومه قانونيه تتعامل بما تريد. يعني هو فكره النظام الان بيعمل ايه، هو كان لما احنا مثلا ندعي ان هناك معتقلين فاذهب الى المنظمات الدوليه، والله العظيم ما عندي ولا معتقل واحد وفقا للاجراءات القانونيه، هو ما عندوش معتقل، لان كل شخص يقبض عليه يخفيه قسريا ثم يجهز له عده قضايا بعده اتهامات يعني تذهب به إلى الإعدام، ومن ثم في الورقة والقلم ما عندوش ولا معتقل. ولكن هي هذه الإجراءات وهي تتبع من قبلي، هو ينسفها نسفا بتقنين هذه الجريمة، فيصدر قوانين تقنن جرائمه. يعني عنده قانون التظاهر، في موضوع التظاهر يصدر قانون التظاهر، عنده الإخوان المسلمين وبعض الجماعات يصدر قانون الكيانات الإرهابية، عنده مثل هذا القانون طوارئ هيتلخي والعالم كله هيتكلم عليا، أصدر قانون 136 سنة 2014 وسميه تأمين وحماية المنشآت العامة. إيه بيعمل إيه؟ كل منشأة عامة، جامعة القاهرة، استاد، الشارع، الرصيف، ده تبع القوات المسلحة. أصبحت الدولة برمتها أمام القضاء العسكري، لأن القضاء العسكري أستطيع أن أحركه كيفما شاء، لأن أنا أأمر هذا، فهو بتقنين وهو بيقنن الجرائم بتاعته، كل مشكلة تصدر له يقنن لها عن طريق إصدار قانون، فتجد القوانين تصدر تلو القانون تلو القانون تلو القانون، ثم تذهب إلى المجلس التشريعي في 3-4 أيام يقر مئات القوانين، من ثم المنظومة بأكملها تتجه في تقنين الجريمة، لأن العقلية الأمنية لها يعني قالت أنه لا سبيل للتعامل مع هذا الشعب بأكمله، ليس المعارضين فقط، إلا بالقمع. طيب، وإلا بإظهار جمهورية الخوف. هل تختلف مسارات الحراك الحقوقي لديكم أمام القضايا العسكرية عنها أمام القضايا الأخرى؟ نعم، يعني كيف؟ السؤال، هل تختلف إجراءاتكم الحقوقية والمسارات التي تسيرون وتتحركون بها إذا ما كانت قضية عسكرية كهذه أو حكما عسكريا أو حكما مدنيا أمام محكمة مدنية؟ هي الصعوبة في المحكمة العسكرية إن إجراءاتها سريعة وإجراءاتها تؤتمر بأوامر القيادة العليا، وهناك تضييق على هيئة الدفاع في التعامل مع المحكمة العسكرية. يعني المحكمة العسكرية يوم بيوم، ما بتلحقش أنت تقدم الأوراق اللي قصادك، لكن القضاء الطبيعي قضاء أنا بعرف أتعامل فيه مع المحكمة أو مع النيابة في الأول والمحكمة، وعندي درجة النقض، بيبقى في فرصة ليا إن أنا أستطيع أن أثبت
الإخلال في حق الدفاع والإخلال بالإجراءات وانتهاكات معايير المحاكمة العادلة، أو أظهر أي عوار أمام تم أمام المحكمة. ومن ثم عندما نذهب إلى محكمة النقض، وهي محكمة يعني بعافية إلى حتى الآن الحمد لله يعني لم تلوث بتلوث الحادث في النظام الحالي، جل الأحكام التي تذهب إلى محكمة النقض تنقض، لأنها جميع الإجراءات التي اتبعت في هذه الجرائم هي إجراءات باطلة. من ثم زي ما بقول لحضرتك الشكل عندي في الأول بايظ، الشكل عندي في الأول باطل، الشكل عندي في الأول لا يتبع المعايير الدولية بل والداخلية في إجراءات المحاكمة. طيب هل هناك إحصائية مثلا في شهر فبراير الماضي يعني كم حكما عسكريا صدر بحق معارض الوكلاء؟ في 157 وفي 7 إعدام في كفر الشيخ، يعني حوالي 500 حكم صدر خلال شهر فبراير تعلق بالقضاء العسكري. كيف ستتعاملون مع هذا الكم من الأحكام العسكرية؟ هو في توصية اليوم صدرت من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يعني أذكر يعني الأستاذة داليا لطفي استحصلت على توصية من هذه اللجنة بوقف تنفيذ حكم المحكمة العسكرية الإسكندرية المتعلق بقفر الشيخ. في إجراءات بتتم من المنظمات الحقوقية ومن الأشخاص السادة الحقوقيين بإرسال شكاوى إلى الجهات المعنية، وهناك تحركات أمام جميع الجهات سواء الأمم المتحدة ممثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو في الاتحاد الأفريقي ممثل في اللجنة الإفريقية بتوضيح الأمر لهم عما يتم في هذه المحاكمات. وبالفعل اليوم صدر يعني الحكم بتاع كفر الشيخ اللي هو المحكمة العسكرية بالإسكندرية كان أول امبارح، صدر بالأمس قرار أو توصية من اللجنة الإفريقية بوقف تنفيذ هذا الحكم. الملف الحقوقي المصري والملف القضائي المصري أصبح ملفا مشبوها، ويعلم الجميع كم الانتهاكات التي ترتكب بحقه. اللجنة الإفريقية هل قراراتها ملزمة للنظام المصري؟ لا توجد قرارات ملزمة، ولكن هذه القرارات عندما تتكرر فيتضع، يعني ألم تتكرر في حادثة محمود رمضان رحمه الله؟ بالعكس، وفي عرب شرقس وفي كفر الشيخ تتكرر، ولكن العمل الحقوقي عمل تراكمي، بمعنى نحن نثبت أن الجرائم التي تتم هي جرائم نظام. هناك أمر مختلف مهم أن الناس تاخد باله منه، هل الانتهاك اللي تم دوت انتهاك تم من علاء كشخص ومن ثم إجراءاته أمام القضاء الداخلي، أم أن الجرائم هي جرائم ممنهجة ومسيسة من النظام؟ بالتالي ما نحصل عليه من توصيات أو قرارات من الجهات المعنية أو اللي نحن بنسميها الآليات الدولية تضع الملف المصري في خطورة شديدة، لأن إذا ثبت بتراكم هذه التوصيات أو هذه القرارات أن هناك سياسة ممنهجة ومتعمدة وأنها من قبل النظام أصبحت جرائم ضد الإنسانية، وعندما تصبح جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. جميع من يتحدث في وزارة الداخلية عندما يقول في أخطاء، ولكن يقول إيه؟ أخطاء فردية. هو يعلم هذه الرسالة جيدا، إذا وصلت إلى الجرائم أنها منظمة أصبحت جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. دعنا نتعرف أكثر على قرار اللجنة الإفريقية أو هذه التوصية. معنا عبر الهاتف الأستاذة داليا لطفي الناشطة الحقوقية، أهلا بك معنا أستاذة داليا. أهلاً. نعم، ما هي تفاصيل هذه التوصية الجديدة من اللجنة الإفريقية بوقف حكم الإعدام بحق شباب استاد كفر الشيخ؟ نعم، صدرت من اللجنة الإفريقية توصية تطالب عبد الفتاح السيسي بوقف أحكام الإعدام ضد 4 من المتهمين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام حضورياً على أساس ادعاءات الاختطاف القسري، الاختفاء القسري الذي تعرض له هؤلاء الأشخاص. نعم. وادعاءات التعذيب التي تم إثباتها في تقارير الطب الشرعي والتي قدمت إلى القاضي، ومع ذلك يعني تجاهلها وتجاهل كل المستندات التي تثبت أنهم تعرضوا للاختفاء القسري ولم يحصلوا على حقهم في الحصول على أي تمثيل قانوني أثناء التحقيقات التي تمت معهم في لازوغلي، وأن الاعترافات التي انتزعت منهم انتزعت عن طريق الإكراه البدني والتعذيب والتهديد باغتصاب الأم والأخت، ومع ذلك القاضي يعني حكم بعقوبة الإعدام. كما انه ثابت كمان من الاوراق، يعني اوراق القضيه التي يعني اطلعنا عليها وبعثنا بها ملخص الى اللجنه الافريقيه، انه لم تستطيع النيابه اثبات القصد الجنائي، ولم تستطيع اثبات
أركان الجريمة، فبالتالي لا توجد أي أدلة. حتى شاهد الأمن الوطني في كثير من الأسئلة أجاب بالنفي، أن ليست لديه معلومات عن من أمدهم بالمواد المتفجرة، وليست لديه معلومات كيف حصلوا على متفجرات، ولا حتى تم تحريز أي أسلحة أثناء القبض عليهم. فبالتالي القضية كلها من أولها لأخرها ليس لها أساس. وعلى هذا الأساس طلبت الحكومة، طلبت اللجنة الأفريقية الحكومة المصرية وقف أحكام الإعدام ضدهم لحين التحقيق في إدعاءات كل المخالفات التي ارتكبتها النيابة. طيب، ما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات؟ هل النظام المصري يقوم بالرد على اللجنة الأفريقية أم ماذا؟ نعم، أمام النظام المصري 15 يوما للرد على هذه الادعاءات والإبلاغ اللجنة أنه بالفعل تم وقف حكم الإعدام لحين الفصل في دعوة اللجنة الأفريقية. وفي نفس الوقت بيكون المقدم الشكوى أمامه شهرين من تاريخ المراسلة، أنه هو يقدم ما يدعم هذه الادعاءات. فإحنا في حالتنا بنقدم المستندات والشكاوى اللي راحت للنائب العام، والأسر اشتكت فيها من اختطاف أبنائهم على يد الأمن القومي. لو لدينا أي صور أو أدلة على التعذيب بنقدمها برضو إلى اللجنة الأفريقية. وبعد كده بيكون في بنرفق كل الاوراق دي فيما يسمى بمذكره الدفوع، اللي بنذكر فيها ليه المحاكمه كانت غير عادله، وليه وايه ادلتنا على التعذيب، وايه ادلتنا على الاختفاء القسري كل المخالفات. ثم يتم جلسه استماع يتم فيها الطرفين، الطرف الشاكي والدوله اللي صادره ضدها التوصيه، في جلسة استماع فيها. لكن دي خطوة متقدمة. الهدف الأساسي من هذه التوصية في الفترة الحالية أن يتم بأسرع وقت وقف عقوبة الإعدام لحين التحقيق من جانب الحكومة المصرية في ادعاءات الانتهاكات اللي ارتكبها الأمن الوطني وارتكبتها النيابة، وأيضا المحاكمة الغير عادلة اللي تمت ضد هذه الأشخاص. أبرز ما فيها طبعا أن ميثاق اللجنة الأفريقية نفسه بيوجب على الدول ان الاشخاص المدنيين لا يحاكموا امام المحاكم العسكريه. نعم. ولم تضع شروط حتى تستثني عدم محاكمه الاشخاص المدنيين امام المحاكم العسكريه. اشكرك في حد ذاته كمان. نعم، اشكرك شكرا جزيلا داليا لطفي الناشطه الحقوقيه، كنت معنا عبر الهاتف. وانضم الي ايضا عبر الهاتف اسعد هيكل المحامي معنا من القاهره. اهلا بك معنا سيد اسعد. أهلا بك يا فندم، وأهلا بحضرات المشاهدين. نعم سيد أسعد، لماذا تسارع الدولة المصرية الآن في نقل بعض القضايا إلى النيابة العسكرية، وأحكام بالأمس بالإعدام وأحكام بالمؤبد، واليوم أيضا قضيتان حكم فيهما أحكاما عسكرية؟ أنا ليس لدي تفاصيل كاملة عما تم من محاكمات وفقا لما تشير إليه سيادتك، ولكن أستطيع أن أتحدث في الإطار العام الحاكم لهذه المسألة، وهو نص المادة 204 من الدستور. حدث اختصاص القضاء العسكري بحالات معينة على سبيل الحصر، هذا ما ورد في دستور 2014، وإن كان دستور 2013 قد طرق الأمر على عواهنه، لكن خليني أقول أن الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو عسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، كل دي جرائم التي تمثل مثل هذا النوع من الاعتداء يختص بنظرها القضاء العسكري. وهناك أيضا نص صريح على عدم محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا إذا ارتكب جريمة ضد القوات المسلحة. فأنا لا أعتقد أن هذه المحاكمات قد حدثت، أعتقد أنها تكون قد انعقدت بسبب وقوع مثل هذه الجرائم. نعم، هناك الآن قضيتان سيد أسعد، قضية يحاكم فيها الشباب وحكم عليهم بالفعل في التعدي على استاد كفر الشيخ، فهل هو منشأة عسكرية؟
والقضية اليوم في دير مواس حرق كنيسة الأنبا إبرام والمعروفة إعلاميا بكنيسة دلجة. يبدو أن القوات المسلحة قننت الأمور بإصدار القانون الذي أباح لجميع المنشآت أن يتم حسابها بأنها منشآت عسكرية. في الحقيقة قانون الأحكام العسكرية لم يعدل منذ فترة طويلة، تحديدا منذ عام 2014، وأنا لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يدخل تعديلا يخالف الدستور. بالإضافة إذا على فرض إذا كانت قد وقعت مثل هذه المخالفات، فأنا أعتقد أن مجلس النواب الحالي هو المعني بالتصدي لمثل هذه القرارات وهذه القوانين، بحيث يصدر تعديل قانوني يحدد فيه على وجه الحصر أو يترجم فيه الجرائم في الحقيقة اللي وردت على سبيل الحصر في الدستور. طيب، بحيث نعم ابقى معي سيد أسعد سعود إليك مرة أخرى. سيد علاء، يعني الحديث هنا أن هناك مادة في الدستور، مادة 204، وهناك قانون القضاء العسكري لم يتم تعديله منذ فترة، والتعدي على منشآت عسكرية هي ما تحيل هؤلاء المصريين إلى المثول أمام القضاء العسكري. جميع هذه الأحكام، جميع هذه القضايا تباشر وفقا للقرار بقانون 136 لسنة 2014 الخاص بحماية وتأمين المنشآت العامة، الذي اعتبر المنشآت العامة منشآت تابعة للقوات المسلحة، وجميع هذه القضايا كانت تباشر التحقيقات فيها أمام النيابة العامة بالفعل أو أمام القضاء الطبيعي بالفعل، وتم إحالتها، حتى أن قضية كفر الشيخ كانت تمارس التحقيقات أمام النيابة العامة، ومن ثم لا حديث عن المادة 204 المتعلقة بالدستور، ولا الحديث عن القانون الخاص بالقوات المسلحة الذي لم يعدل، لأن المباشرة تتم على قانون آخر والقرار بقانون 136 لسنة 2014، ومن ثم لا حديث. البرلمان أقر هذا القانون، أقر في حزمة القوانين التي أقرها، ولكن هي قرارات مخالفة للدستور في حد ذاته ومخالفة للاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر. مثل هذه الإجراءات لا يجوز وفقا للاتفاقيات، لأنها إجراءات استثنائية لا يستطيع أي نظام أن يبني قضائه على إجراءات استثنائية. المحاكم العسكرية إجراءاتها استثنائية، تعيين النيابة وتعيين هيئة المحكمة وتنفيذ الأحكام والتصديق على الأحكام سواء من وزير الدفاع أو من رئيس الجمهورية، جميعه من المؤسسة العسكرية، ومن ثم نحن أمام النظام الذي يشرع وينفذ ويحكم، وهو القاضي في ذات الوقت، فهو الخصم والحكم في ذات الوقت. طيب سيد أسعد، يعني الحديث هنا أن البرلمان قد أقر هذا القرار بقانون، والذي أصبحت به كل المؤسسات الحكومية تابعة للمنظومة العسكرية، أصبحت منشآت عسكرية، وهؤلاء جميعا وفقا لما قاله ضيفي السيد علاء عبد المنصف أمين عام مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن كل هذه القضايا يحاكم فيها مصريين أمام قضاء عسكري هي بالأصل منشآت مدنية وليست عسكرية. أنا أتفق معك، وده على فكرة كان أحد أوجه اعتراضنا على مثل هذا القانون اللي أشرت إليه في معرض كلامي، لما قلت أن آخر قانون صدر بتعديل قانون الأحكام العسكرية كان عام 2014 كما قال ضيفك. وده لعلك تذكر معي أن هناك كثير من الشباب كان قد اتجه إلى مبنى مجلس الشورى واعترض على إصدار مثل هذا النص الدستوري في حينه، و يعني تم عمل قضية ساعتها شهيرة، هي قضية متظاهرين مجلس الشورى اللي بعضهم حتى الآن لازال يدفع ثمن اعتراضه على مثل هذا النص. أما بالنسبة لمجلس النواب، فمجلس النواب كان محكوم بنص أيضا دستوري معي، هو نص المادة 156 اللي ألزم مجلس النواب أن يناقش كافة القرارات بالقوانين التي صدرت في عهد المشروع عبد المنصور وعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كانوا يبلغوا أكثر من حوالي 400 قرار بالقانون في مدة أقصاها 15 يوم. إيك هو قانون وحيد اللي مجلس النواب لم يقره، قانون الخدمة المدنية، لكن أنا شخصيا أرى أن هناك عشرات القوانين ليس فقط على مستوى القوانين العسكرية كانت في حاجة إلى مراجعة وإلغاء، وهذا ما نأمله من مجلس النواب. وكان لدينا بعض الشكوك في الحقيقة أن يطلع مجلس النواب بمهمة حقيقية في تعديل مثل هذه القوانين والاستجابة لمطالب القوى المدنية، خاصة على مستوى المحاكمات وعلى مستوى الحريات بصفة عامة ومؤامرات المحاكمة العادلة.
شكرك، شكرا جزيلا أسعد هيكل المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك سيد علاء مرة أخرى، كان لديكم مؤتمر صحفي صباح اليوم وكان الحديث عن مجموعة من القضايا، ربما كانت قضية الأمس على جدول أعمال هذا المؤتمر، ولكن ماذا عن سجن العقرب وماذا عن إضراب العقرب وما يحدث في العقرب؟ هناك شهادات من أهالي المعتقلين، شهادات مروعة، يعني لم تحدث منذ الانقلاب العسكري أن صدر هذا الكم من شهادات الأهالي عن تهديدات بالتصفية وتهديدات بالقتل وتهديدات بالنقل لسجن وادي الجديد الذي يعني لم يظهر بعد على الساحة كالعقرب وسجون أخرى. تأكيد متابعتنا لسجن العقرب أو المقبرة، يعني ما يحدث في العقرب هو أكبر جريمة تتم في حق المعتقلين والمسجونين والمحبوسين في هذه المقبرة وليس هذا السجن. نعم، هناك إضراب مشروع نظرا لسوء معاملة. مصلحة السجون هي ملزمة بتطبيق القانون وتطبيق لائحة السجون. المعتقلين يطالبون بقضايا عادلة وفقا للدستور حتى 2012 أو 2014. الإضراب ده حق من حقوق المواطن المصري. بأطالب بمعاملة حسن، بأطالب بإدخال الأدوية والعلاج، بأطالب بإدخال الطعام الصحي، بأطالب بإزالة الحاجز الزجاجي في أثناء الزيارة، أطالب بأمور مشروعة وفقا للدستور ووفقا للقوانين ووفقا للائحة السجون. تعنت شديد، تعنت لم نره من قبل من قبل إدارة السجن، بل تصريحات علنية بالسماح بالتصفية الجسدية والوصول بالانتهاك معهم إلى حد التصفية الجسدية، وكأن الحق في الحياة هو لا قيمة له عند هؤلاء. ما يتم هو قتل بطيء داخل مقبرة العقرب، هناك شهادات من الأهالي، هناك حالات شهدت بالفعل، هناك يعني انخفاض في أوزان أغلب المعتقلين بشكل مبالغ. الأمس إبراهيم الضراوي، الصحفي إبراهيم الضراوي، تعرض للضرب الشديد من ضابط مباحث يسمى هيثم الألفي. لماذا؟ لأنه اعترض على سوء المعاملة، قام بضربه، ويعني حتى إحدى شهادات تقول أن ملابسه مليئة بالدماء، كسر في الأسنان، جروح وكدمات في أجزاء من جسمه، كذا مضرب عن الطعام، تم نقله إلى المستشفى نتيجة الضرب الشديد والمعاملة السيئة والإهمال الطبي المتعمد. جريمة فوق الجريمة، يعني ما يتم في سجن العقرب، رئيس مصلحة السجون ورئيس المباحث في هذا السجن مسؤولين مسؤولية مباشرة، مسؤولية جنائية ومسؤولية سياسية عما يتم من انتهاكات وعما يتم من سوء معاملة وعما يتم من مخالفة للقانون. هذه الجرائم وهذا الشخص سواء مصلحة رئيس مصلحة السجون أو رئيس المباحث محاسبون وفقا للقانون الدولي بجرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم لن تسقط في حقهم بالتقادم، هؤلاء في يوم من الأيام سيحاسبون على هذه الجرائم، لأن ما يتم في مقبرة العقرب هو أكبر جريمة تتم مع محبوس طيب. ومقيد حرية. الإضراب الجماعي عن الطعام وتزايد أعداد المضربين عن الطعام داخل مقبرة العقرب، يعني 57 حالة. هل يفيد هذا الإضراب وتزايد الأعداد في حراككم الحقوقي، وهل يفيد أيضا المعتقلين داخل هذا السجن، أم أنه يعقد الأمور أكثر مع تصريحات مثل تصريحات حسن السهاجي بأنه أخذ ضوءا أخضر لتصفيتهم جسديا؟ أنا كحقوقي أدافع عن حق الإنسان وأقف ضد الانتهاكات، لا يهمني ما هذا طالما أن هذا الإجراء الذي يتم هو إجراء دستوري وإجراء كفله الدستور والقانون وكفلته المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة التي صدقت عليها مصر، فأنا أدافع عن هذا الحق. ما يقوم به المعتقل من إضراب هو حق مشروع نص عليه في الدستور، سواء الدستور 2012 أو 2014، والإجراءات التي تتم ونرصدها ونوثقها في التعامل مع المعتقلين أو ذويهم أو المسائل المتعلقة بالطعام والتريض والعلاج والدواء، نرى هناك جريمة يجب أن يقف الجميع ضدها. أنت كمصلحة السجون وإدارة السجن ملزم فقط بتطبيق القانون، ليس فقط مطلوب منك التصفية الجسدية بهذه البساطة، ليس مطلوب منك منع الأدوية ومنع العلاج ومنع الطعام ومنع التريض والتضييق وسوء المعاملة، ليس هذا من مسؤولياتك ولا الالتزامات التي تقع على عاتقك، أنت ملتزم بتطبيق طيب. القانون. هل لديك معلومات عن سجن الوادي الجديد الذي بدأ يذكر اسمه كنوع من أنواع التهديد القاسي
يبدو كذلك على لسان بعض قيادات وزارة الداخلية للمعتقلين في العقرب؟ احنا دايما بنحاول ناخد الحالة، ولكن الوضع السياسي مشابه ولكن بدرجات متفاوتة. يعني الوضع في الوادي الجديد، سجن الوادي الجديد وسجن العزولي، هو شديد الحراسة ايضا. نعم. الوادي الجديد نفس النظام، في العزولي وفي دمياط وفي السجون المصرية نفس الحالة، وان كانت في مقبرة العقرب اشد. يعني الصحفي ابراهيم دراو تم نقله لمن مزرعة طرة نتيجة هذه الانتهاكات اللي تتمعه. جميع السجون في مصر الآن هناك أوردر واضح، أوامر واضحة لإدارة السجن بتصفية. يعني عندما يعني هناك أكبر هناك رأس ويقول هذا الكلام. نعم، هناك شهادة يعني نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي ابنة الدكتور مراد علي المستشار. نعم. الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وتحدثت أن والدها ومجموعة من الكبار في السن تم تهديدهم بمنع الأدوية، وتم تهديدهم بالترحيل لمدة 8 ساعات إلى سجن الوادي الجديد. من منهم مريض سيموت، ومن منهم ليس مريض سيمرض، وهذا كله من أجل أن يتم التوقف عن هذا الإضراب. يعني هذا التهديد من هذا النوع، سيتم نقلكم على مدار 8 ساعات، اللي مش عيان فيكو هيعيا واللي عيان هيموت. أنا عندي مثال أحسن، اللي ماتوا جوه فعلا. أنا عندي فوق 350 مواطن مصري معتقل أو محبوس تم قتله نتيجة التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي، ومن ثم ما يذكر في هذه الشهادات هو حقيقة على أرض الواقع. يعني إحنا ممكن نقول كده وما فيش حالة واضحة وصدنا، لا، إحنا عندنا أكثر من 350 حالة توفيت داخل السجون وأماكن الاحتجاز. نعم. نتيجة هذا التعذيب ونتيجة الإهمال الطبي. رأينا حالات جهاد الحداد، انظر إلى صورته قبل الاعتقال وصورته بعد الاعتقال، الأستاذ عصام سلطان وجميع المعتقلين بالداخل. انظر إلى الحالة الصحية قبل الدخول والحالة الصحية الآن، وهناك من قتل، الدكتور طارق المندور والدكتور فريد إسماعيل والدكتور عصام دربالة وآخرين قتلوا نتيجة إهمال طبي. وبالتالي عندما يذكر لي أحد الأهالي أن هناك تهديد بالمنع من دخول الأدوية أو منع من العلاج، لا، أقول له هناك منع لدخول الأدوية وهناك منع من العلاج، منع ممنهج وفق سياسة متبعة من النظام. شكرا. أو من إدارة السجن. أشكرك شكرا جزيلا على عبد المنصف، الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، كنت معنا في الاستوديو. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.